أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. إن شاء الله في هذه المحاضرة نتناول موضوع مهم جدا ألا وهو المشغلات أو Triggers. موضوع المشغلات عادة يستخدم في المسابقات والحركات التي تعتمد على حركات أخرى. في البداية رح نأخذ مثال بسيط ومن ثم نأخذ تطبيق عملي. طبعا نجي إلى قائمة إدراج وطبعا نظهر أنه هذا المستطيل، وطبعا نظهر مستطيل آخر مثلا هذا المستطيل، وليكن نفرض أنه هذا المستطيل راح نخليه بهذه المنطقة وراح ننطي لون أخضر، وهذا المستطيل راح يكون بلون أصفر. طيب نريد أنه عندما نضغط على هذا المستطيل يظهر هذا المستطيل اللي هو على اليسار. طبعا في البداية لابد أنه نضيف حركة لكلا المستطيلين. نروح على حركات ونأخذ مثلا هذا المستطيل لنفرض بهذه الطريقة، أو ممكن يكون بشكل أجمل لنفرض هذا المستطيل. طيب نجي إلى هذا المستطيل، راح نشاهد أن نوع الحركة عند النقر، وهذا المستطيل نوع الحركة أيضا عند النقر. إذا نجي نعرض أنه ننقر كليك راح يظهر نسوية. شنو السبب؟ السبب أنه اثنين راح يأخذن نفس الرقم، واثنين حددناهن وانضيناهن حركة. من المفترض أنه نحدد هذا المستطيل وننطيه حركة، وبعدين نحدد هذا المستطيل وننطيه حركة مستقلة. شنو الحل؟ الحل أنه راح نلغي الحركة ونحدد هذا المستطيل، ومثلا نختار مسح، ومن ثم نحدد هذا المستطيل ونختار مسح. إذا لاحظ أننا عندنا رقم واحد ورقم اثنين. الخطوة التالية راح نظهر جزء الحركة بهذه الطريقة. طيب وراح نجي إلى المستطيل الثاني، هذا هو طبعا المستطيل. طبعا ممكن هذا الجزء شوي نعرضه، وممكن أنه هنا هذا الجزء إذا لاحظ بعد ما نخلي الماوس راح تظهر لنا الاسم اللي هو مستطيل مستدير الزوايا، وهذا هنا الشكل اللي هو اسمه مستطيل ثلاثة. مستطيل مستدير الزوايا اللي هو هذا اللي باللون الأخضر، ومستطيل اللي هو رقم ثلاثة اللي هو هذا المستطيل الأصفر. طيب احنا نريد عندما نضغط على المستطيل الأصفر يظهر المستطيل الأخضر، فنجي إلى المستطيل الأخضر اللي نريده يختفي ويظهر بعدين. نجي على الطبقة الخاصة بي، وشون نعرف انه هذه الطبقة الخاصة بي؟ عندما نحدده راح يصير اللون الخاص بالرقم متغير. إذا لاحظ هنا اللون أبيض، هنا اللون برتقالي. طيب نجي إلى هذا الخيار ونختار التوقيت، نختار الخيار اللي هو التوقيت. طيب بعد ما نختار على التوقيت نجي هنا عندنا مشغلات، هذه المشغلات غير مفعلة فنجي نفعلها. نجي نختار كليك على المشغلات. طيب فهنا عندنا خيار اللي هو بدء التأثير عند النقر، يعني معناها انه هذه الحركة الخاصة بهذا المستطيل الاخضر تبدأ عندما ننقر على المستطيل اللي هو باللون الاصفر. طيب فنجي هنا بدء التأثير نحدده، ونجي من هنا نختار المستطيل المراد النقر عليه. احنا نريد ننقر على هذا المستطيل اللي هو باللون الاصفر، ومثل ما حددنا انه من هنا اسمه مستطيل رقم ثلاثة، فنجي نختار مستطيل رقم ثلاثة ومن ثم موافق. ممتاز، نشاهد العملية. طبعا نجي نعرض، وأول مرة ننقر على هذا المستطيل. طبعا إذا أجي أنقر عليه كليك راح يطلع عندي هذا المستطيل الثاني. شنو الفكرة وشنو الغاية من هذه العملية؟ نأخذ مثال مبسط، راح نجي نصمم مسابقة بسيطة جدا. مثلا نجي إلى هذا الجزء اللي هو مستطيل مدور الحواف، مثلا ممكن يكون بهذه الطريقة. وطبعا من تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي طبعا الوزن ممكن يكون 2، وطبعا ممكن يكون اللون بهذا اللون. طيب الآن راح نجي ناخذ نسخة من هذا الشكل طبعا من خلال كنترول مثل ما تعلمنا، وراح نجي نصغر هذا الجزء نخليه بهذه المنطقة بهذا الشكل تقريبا، وطبعا نصغر العرض بحيث يكون بنفس العرض خاص بالشكل الكبير. ونجي إلى اللون، راح نختار هذا اللون اللي هو اللون البرتقالي، طبعا هذا اللون. ومن ثم نرجع إلى التعبئة ومن تدرج، ونختار هذا التدرج بهذا الشكل. طبعا ممكن نغير اللون إلى هذا اللون الأصفر ونختار التدرج
الخاص باللون الأصفر، ولو أني أشوف أنه اللون السابق أجمل. جيد، الآن نجي إلى هذا الشكل اللي هو الشكل الصغير. من هذه النقطة الصفراء من هذه نتحكم بالزاوية، زاوية الدوران، بحيث تكون بنفس زاوية الدوران الخاصة بالجزء الخلفي. طيب ممتاز، راح نصغر قليلا هذا الشكل بحيث يكون بهذه الطريقة. ممتاز، جيد جدا. طبعا ممكن انه نصغرها اكثر، وممكن انه هذا الجزء يكون الزوايا اقل، وطبعا هذا الشكل ايضا راح تقل الزوايا بهذا الشكل. ممتاز، الان راح نجي نضيف سؤال. راح نجي نرسم مربع نص، نكتب ما هو اشهر برنامج لتصميم الشعارات. طبعا ممكن بولد ولون ابيض، نكبر الحجم، وطبعا علامة استفهام، ممكن نخليه بهذه المنطقة، ممكن نعطي درجة كبر ايضا بهذا الشكل. ممتاز، الان راح نجي نستنسخ هذا الشكل، نستنسخه بهذه المنطقة، ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، وطبعا نصغر من العرض. طبعا ممكن نضغط على كنترول حتى يصغر بنسبة وتناسب، ونستنسخه بالالت طبعا بهذه الطريقة. جيد، الان راح نجي نحدد كل هذه الاجزاء ونرفعها الى الاعلى بهذا الشكل، والجزء اللي هو الكبير راح ننزله الى الاسفل بهذه الطريقة. الان نجي ننزل هذا الجزء الى الاسفل، او ممكن يصعد الى الاعلى قليلا، وهذا الجزء راح ينزل الى الاسفل. ممتاز، فقط انه احس الاجزاء مو بالمنتصف الان. ممتاز، وممكن طبعا تصغر بهذا الشكل. ممتاز، طيب راح نضيف خيارات. طبعا نجي نحدد هذا الجزء ونكتب مثلا برنامج، طبعا ممكن يكون باللون البرتقالي، تكون الالوان موحدة، بولد، نكبر الحجم. ممكن نكتب برنامج فوتوشوب، ممكن الخيار الثاني برنامج الستريتور. طبعا ممكن نحدد هذا الجزء ومن الصفحة الرئيسية نسخ التنسيق، نضغط عليها مرتين، نحدد كليك نسخ التنسيق، وطبعا ممكن نسخ التنسيق وراح يكون بهذا الشكل. ممتاز، نجي هنا نكتب برنامج، ايضا ممكن ناخذ نسخ التنسيق ونضيفها لهذه المنطقة. ممتاز، الان نجي ناخذ اشكال متشابهة، يعني هذا الشكل، ناخذ من عنده نسخة، كنترول سي كنترول في، نخلي به منطقة اخرى، مثلا نخلي بهذه المنطقة، وراح نحذف من عنده النص، وراح ننطي لون، راح يكون لون يا اما احمر، يا اما يكون يعني من التعبئة، يا اما يكون لون احمر، يا اما يكون اللون اخضر. طيب راح ناخذ نسخ وراح نخلي لون اخضر. طيب على اساس انه يكون اللون احمر او اخضر، الخيار الخاطئ راح يكون عليه طبقة باللون الاحمر، والخيار الصحيح راح يكون بطبقة من اللون الأخضر. نجي إلى الانديزاين، أكيد خيار خاطئ. طيب الآن راح نجي نعطي حركة لهذه الأجزاء المظللة، هذا الجزء راح نعطي حركة. طبعا نجي إلى حركات، وممكن من مسح، ممكن نجرب المسح، وطبعا ممكن تكون الاتجاه من اليمين أيضا يكون أجمل. جيد، هذا الجزء ايضا مسح،
وراح يكون من اليمين، وأيضا الجزء الأخير راح يكون مسح وطبعا من اليمين. جيد، صار عندنا ثلاث حركات اللي هن خاصات بالأجزاء المظللة. طيب الآن راح نجي نربط هذه الأشكال. طبعا عندنا هنا هذا المستطيل اللي هو هذا الأول، راح نربطه بالخيار. أي خيار راح نربطه؟ راح نربطه بالخيار الخاص ببرنامج فوتوشوب، وهذا المستطيل راح نربطه بالإليستريتر، وهذا المستطيل راح نربطه بالإنديزاين. طيب نجي إلى أول مستطيل، نحدده من هذا الجزء ونختار التوقيت مثل ما تعلمنا قبل قليل. طيب الآن نجي إلى المشغلات بهذه الطريقة ونختار هذا الخيار، وراح نربطه بالخيار الخاص بي. طبعا راح يكون الخيار الخاص بي اللي هو أحد البرامج، طبعا فقط أنه هنا النص صغير، فممكن أنه نضيف أسماء حتى نميزهن بطريقة سهلة. جيد، الآن راح نجي نحدد هذه الأجزاء من خلال الشيفت، وراح نذنيهن إلى اليسار. نجي نحدد هذا الجزء، وطبعا نجي إلى الصفحة الرئيسية، نجي إلى تحديد هذه المنطقة، تحديد، وطبعا نختار جزء التحديد بهذه الطريقة. نجي نلاحظ هذا المستطيل اللي هو هنا، اللي هو اسمه مستطيل مستدير الزوايا 13. طيب ممكن نسميه برنامج فوتوشوب. جيد، وهذا الشكل ممكن نسميه برنامج الستريتر، وهذا الشكل ممكن نسميه برنامج انديزاين. ممتاز، الآن ممكن نلغي جزء التحديد، وطبعا نحدد هذه الأشكال ونرجعها إلى أماكنها كما كانت. نرجع إلى هذا الجزء اللي هو هذا، نحدده ونجي إلى التوقيت بهذه الطريقة، وطبعا نجي إلى المشغلات وبدء الجزء، وراح نربطها ببرنامج فوتوشوب. احنا أنا مثل ما تلاحظون برنامج فوتوشوب. ممتاز، هذا الجزء راح يربط ببرنامج الستريتر. طيب ليش الستريتر؟ لأن هو صاير فوق الخيار الستريتر. جيد، فنحدد هذا الجزء، ومن هذا الخيار طبعا بعد ما يظهر ان هنا اللون خاص بالحركة، نجي الى التوقيت ومشغلات ونختار هنا الستريتر ومن ثم اوكي. نجي الى هذا الخيار ونحدده، وراح نربطه بالانديزاين بنفس الطريقة، ونجي نختار هنا برنامج انديزاين ومن ثم اوكي. نجي هنا نعرض الحركة بشكل عام، ما هو أشهر برنامج لتصميم الشعارات؟ إذا نجي نعرض هنا، إذا أضغط على فوتوشوب راح يعطيني الخيار خطأ، وإذا أضغط على إنديزاين راح يعطيني الخيار خطأ، إذا أضغط على إليستريتر راح يعطيني الخيار صحيح. طبعا ممكن نكتب هنا كتابة مثلا الإجابة خاطئة مثلا، ممكن بهذه الطريقة وتكون لونها أبيض. ممكن هنا نكتب الإجابة الصحيحة، وهنا الإجابة خاطئة. ممكن طبعا نضيف أيقونات، علامة X، علامة صح، وهكذا. طبعا ممكن نطور الفكرة بشكل أجمل. إذا أضغط على فوتوشوب الإجابة خاطئة، الستريتر إجابة صحيحة، وإنديزاين الإجابة خاطئة. طبعا هذه الفكرة ممكن نطورها ونعمل مسابقات عملاقة وكبيرة جدا، كمسابقة من سيربح المليون، أو المسابقات الطلابية، أو المسابقات الرمضانية. إن شاء الله المحاضرة كانت بسيطة وسهلة، فقط تحتاج بعض التركيز. وطبعا في حال أنه ما فهمت المحاضرة ممكن تعيدوها مرة مرتين وتطبقون مثل ما طبقنا في هذه المحاضرة لأن تصبح الفكرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.